كابتن يعني احنا وصلنا لاخر حلقتنا، بس عايز منك كلمه، يعني عايز منك امنياتك، تتمنى ايه فترة يعني في حياتك اللي جايه المهنيه سواء كمدرب او الحياه الشخصيه؟ انا بس يمكن اول امنيه دلوقتي جايه في بالي، في ماتش دلوقتي نهائي بطوله القاهره المنطقه بين الاهلي ووادي دجله عندنا في الصاله في الملعب بتاعنا. اتمنى طبعا يكون كابتن نجلاء وكابتن تهاني ودكتور وجيه يعني الحمد لله وربنا كرمنا وكسبانين ان شاء الله. هنعرف بعد كده، هنعرف دلوقتي طبعا. على المستوى الشخصي اتمنى ان انا الاقي نفسي ماسك منتخب مصر الاول طبعا ان شاء الله تقدر ادي ودود ان شاء الله، واعمل طفره في الفولي، يعني يكون في بصمه، يكون اسمي مثلا، مش عايز اقول بقى زي كابتن مثلا كابتن ابراهيم او كابتن فؤاد او كابتن شريف، اقل منهم شويه. يا كابتن هتقدر ان شاء الله، وزي ما قدرت كلاعب هتقدر كمدرب، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام شعراوي طبعا جداً. احد نجوم اللعبه، لاعب ومدرب، نورتيني وشرفتيني في قناه الاهلي يا كابتن. شكرا جدا، ميرسي جدا اعزائي.